إحدى قرى محافظة إلى بمركز ديشنا وهي قرية فاو إبلي لتنفيذ مشروع مسرح المواجهة والتجوال. هذا المشروع الممتد على مدار أكثر من 4 سنوات تابع للبيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة. عندنا في المشروع مستهدفين في الموسم الثالث اللي احنا موجودين فيه حوالي 250 قرية من قرى حياة كريمة بواقع 18 محافظة بعدد 7 عروض مسرحية متنوعة، سواء من عروض مسرح القاهرة للعرايس أو المسرح القومي للطفل أو مختلف عروض البيت الفني للمسرح. احنا النهارده تقريبا لنا 120 في الموسم اللي بدأ من 17/9. هدفنا الحقيقي هو نشر الوعي عن طريق الثقافة، وشرفنا ان احنا بننفذ الجانب الثقافي من مبادرة حياة كريمة. عاملين عرض اسمه 101 عزف بيتكلم عن الكورونا وبيتكلم عن قصص البيوت في فترة الكورونا. فعلا القصص اللي احنا بنعرضها اساسا عدت على ناس كتير، احنا اوريدي بنحكي قصص فعلا ناس فهماها وحسيتها وعاشتها اساسا مع اهلها في بيوتهم، فكان الموضوع بالنسبة لهم واقعي ولمسينه جدا. المشروع قائم على الوعي، والمسرحية بتتكلم عن الحالات الإنسانية أو البطولات الإنسانية التي تقدمت في الفترة دي. هذا الحدث وهذه الفعالية في الحقيقة بتدي رسائل إيجابية كتيرة جداً، ورسائل رمزية انه ازاي ان النهاردة الدولة مهتمة بشكل كبير بمبادرة حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجا، وانه هذه القرى مش بس محتاجة لخدمات وبنية اساسية، ولكن هي كمان محتاجة الوعي والفن والثقافة وتنشئة وتربية، وده الدور في الحقيقة اللي بيقوم بيه الفن والثقافة، وده الدور اللي بيوصله المسرح النهاردة. في سنين سابقة زي كده كان المسرح ما بوصلش مثلا للقرى هنا، كان أغلب القرى كده من بعد ما أغلبنا إن احنا بنشوف المسرح عبارة عن إن هو في شاشة التلفزيون وبس. إنما من سعة دخول حياة كريمة ودخول مسرح المواجهة والتجوال ابتدى المسرح يدخل في القرى عندنا، وبنشوف بيناقش بعض القضايا المهمة مثل زي مشكلة الصقر، زي مثلا عرض بتاع 101 عزف ده بيناقش تداعيات كورونا وماذا بقى تأثيرها عن المواطنين أو عن البلد وعن كده.